السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، هنبدأ دورة كتاكيت بيضة ان شاء الله مع بعض. خدتكم معايا كده وانا بجيب الكتاكيت من المكتب البيطري، وكان ساعتها الشركة لسه منزلة الكتاكيت. حبيت اصور لكم كل الاصناف. ديت كتاكيت بيضة، واللي جنبها دي كتاكيت ساسو، كل حاجة ولها سعرها. دي كتاكيت بيضة نوع الكتكوت، كتكوت رص، وكتاكيت بلدي مشعر، وبلدي هجين، وبلدي صافي. انا جبت بلدي صافي وكتكوت ابيض اللي هو نوعه رست، ما شاء الله جميل. ده المكتب البيطري اللي انا جبت منه، ودول الكتاكيت البلدي اللي انا جبتها، ودي الكتاكيت البيضه بتاعتي. كملوا بقى معايا الفيديو وشوفوا بقى عملنا ايه في الكتاكيت لما روحنا واستقبلناهم على ايه. اتفضل. السلام عليكم حبيب قلبي. احنا خلاص كده جبنا الكتاكيت بتاعتنا ان شاء الله، ونبدأ دورة كتاكيت بيضة، وجبنا برضو فراخ بلدي اهيت. تعالوا بقى بينا نشوف هنستقبل كتاكيتنا على ايه، وان شاء الله ربنا يكمل دورتنا مع بعض على خير. وواحدة واحدة كده مع بعض، كل يوم نتابع مع بعض الكتاكيت بتاعتنا وصلت لفين. رمضان خلص بقى والعيد خلص، نبدأ بقى نشتغل تاني، نجيب فراخ تانية كده، لأن سحبنا فراخنا في رمضان وسحبنا خزيننا الحاجات اللي كنا مفرزينها. هنعمل بقى دورة جديدة كده قبل الحر، الجو دلوقتي بقى دفى وكويس ان احنا نربي فيه. فانا دلوقتي جبت كتاكيت، الكتكوت ده ما شاء الله، بصوا كتكوت رص. صورت لكم انا الشركة وهي لسه جايبة الكتاكيت، ودي كتاكيت بلدي، بلدي صافي مش بلدي هجين ولا بلدي مشعر. اجي بقى عشان البيض، تمام. انا بحب اربي الفراخ البلدي عشان خاطر البيض، ما بحبش انا الفراخ المهجنة. فاحنا اول حاجة هنبدأ فيها، انا جهزت المكان بتاعهم هنا اهوت، فرشت تحتهم فرشة نظيفة ومطهرة، وعاملة حاجز بين الصنفين الاتنين، بين الفراخ البلدي والفراخ البيضة، لان مينفعش الاتنين يتربوا مع بعض. وجهزت السقايات والعلافات بتاعتي، جايباها معايا جديدة والله اهيت من الدكتورة البيضرية، جهزتهم وهنشوف مع بعض. وجبت لهم العلف بتاعهم، علف بادي تركيز 23%. اهوت انا بستخدم علف سامي عايد، طبعا غني عن التعريف، علف جميل جدا في التحويل، والسموم اللي فيه مش عالية قوي. فاحنا ان شاء الله هنتابع مع بعض كده واحدة واحدة، ودعواتكم لينا كده ربنا كده يكمل دورتنا على خير. و تنسوش بقى تحطوا لنا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مننا ان شاء الله كل جديد. طبعا نسيت اقول لكم على اللمبة عشان التدفية، حطيت اللمبة اهي وجهزتها، الارتفاع بتاعها حوالي نص متر، وبعد كده بنرفعها فوق شوية بعد عمر معين. فهنتابع مع بعض كده الفيديوهات ونعرف كل المعلومات مع بعض، وان شاء الله احنا هنتعامل مع الفراخ طبيعي جدا من غير ادوية ومن غير اي، عشان الفراخ تفرق عن المزرعة، مش هحط اي ادوية، وكلها علاجات طبيعية وخلطات طبيعية هتدينا يتحول معايا وزن وتبقى جميل. بس اول حاجة هنبدأها ان شاء الله لازم نستقبل عليها الكتاكيت بتاعتنا قبل ما نحط لها اي اكلة او اي حاجة. لازم نستقبلها على كيس محلول جفاف اهوت، هندوبه ونحطه لهم على سقوة المية اول حاجة يشربوها. محلول الجفاف هدوبه واجهزهم واحطهم في المكان، انا فتحته ومجهزه الميه بتاعتي، هدوبه واحط السقايات واجهزها وارجع لكم تاني. ده محلول الجفاف بتاعي هو، دوبته في الميه، هنزله في السقايات كده. محلول الجفاف بتاعي حضرته، حطيت هنا للفراخ البيضه المكان الاوسع عشان العدد اكبر للفراخ البيضه، والمكان الصغير ده للفراخ البلدي، تمام. انا عامله حاجز اهو بينهم. بصوا انا حطاهم في مكان معايا هنا لحد ما يكبروا شوية، أوضة الخزين كده حطهم فيها ومعمل لهم مكان لحد كده ما يبقى عمر 10 أيام، هيطلعوا عندي بيات على السطح وهحطهم فيها، وحطهم برضو اللمبة فيها، وبعد كده عندي برضو عشة. كل ما يكبروا بيوصلوا مرحلة معينة هوسع أنا عليهم حسب حجمهم، أنا بوسع عليهم عشان ما ينفعش المكان يبقى ضيق عليهم. بس في الأول لازم نحافظ عليهم من البرد، ولازم درجة حرارة مظبوطة، لا عالية قوي ولا منخفضة قوي. فاحنا بنظبط الدنيا، وهنحط بقى الفراخ البيضة هنا والبلدي هنا وارجع لكم. بسم الله.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب كده يبارك فيهم ويطرح فيكم البركه كده. بصوا تعرفوا الفرخ كويس منين؟ بص الفراخ دي فراخ شركات فرز اول. بص الفرخ لما يتقلب كده على ظهره يقوم على طول، فاهميني؟ اهو الفرخ يعدل نفسه على طول كده، اعرف ان الفرخه ما شاء الله فرزه اولى وحاجه كويسه. بسم الله ما شاء الله. بص الفرخ نازل ينقر اصلا، جعانه اتاخرت عليهم، انا جايه بقالي شويه كده سايباهم على ما حضرت الغدا وكده واتغدينا اتاخرت عليهم، فما شاء الله. بصوا يبقوا بقى يشربوا الاول من محلول الجفاف بتاعي عشان خاطر لو السره لسه ما لمتش، محلول الجفاف يساعد ان السره تلتحم معايا وما يبقاش فيه اي اضرار على الكتكوت، ولو اي اسهال هيبقى داخل عليه، فده تعويض للسوائل. قبل ما احط له ميه بيضاء او احط له اي حاجه هيمشي على محلول الجفاف ده معايا النهارده اليوم كله، وبعد كده هنشوف هنعمل لهم ايه تاني. ماشي، هننزل بقى بالفراخ البلدي. طبعا الفراخ البلدي عارفين حجمها هيختلف عن الفراخ البيضاء، يعني زي البيضة البلدي شايفين حجمه صغنطوط ازاي. بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا يا رب كده يبارك فيهم. بسم الله ما شاء الله، ادي كده حطينا البلدي وحطينا البيضة. بصوا هطلع لكم فوق كده شويه هوريكم، ادي هنا الفراخ البيضة وادي هنا الفراخ البلدي. هو اهم حاجه هما كده معزولين عن بعض، اهم حاجه ما ياكلوش من مكان واحد ولا يشربوا من مكان واحد، لان النفس بتاع الفراخ البلدي حامي عليهم وللامراض ما تتقلش يعني من دل ده، ويبقى فيه شويه محافظه. هننزل بقى بالعلف بتاعهم برضو وهرجع لكم تاني. نزلت انا بالعلف اهوت، وادي الميه حطينا عليها محلول الجفاف وكده خلاص. ده اول يوم ليهم تحضين، نخلي بالنا كويس ولازم المكان يبقى متقفل كويس، ما يبقاش فيه اي هواء ولا اي سقعه دخل عليهم، لان يعني الكتكوت بتاعي لسه عمر يوم، لسه ما كملش يوم، طلع من الشركه واستلمناه، فان شاء الله ربنا كده يا رب يبارك فيهم. صحتهم حلوه خالص وكويسه خالص. ده كتكوت رص، كتكوت الرص معروف ان هو مناعته ما شاء الله عليها كويسه جدا، وانا بفضل في التربيه دايما الكتكوت الرص. انا الدكتوره دي بتعامل معاها دايما صراحه، بتجيب فراخ جميله من شركات معروفه، شايفين ما شاء الله. بصوا من ورا ناشف وما فيهوش اي اسهالات ولا في اي حاجه. بصوا والسره برده ما فيش اي حاجه، تمام كده زي الفل. هيبداوا بقى ياكلوا، وادي البلدي برده اهوت بدا هي. هو بيبقى مستغرب ولسه بقى، واحد هياكل التاني هيعلمه اهو الحمد لله. فاتمنى كده يا رب كده تتابعوا معايا وتكملوا معايا الدوره للاخر واحده واحده، ونصايح كده ان شاء الله على الماشي. هنكمل دورتنا بالخلطات الطبيعيه من دون اي ادويه ان شاء الله، وهنحط احلى خلطات لتحويل الوزن. تابعوا معايا الدوره للاخر وان شاء الله تكونوا تستفادوا مننا كده، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا ويحسن ما بين ايديكم. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.